السلام عليكم دكاترة، ان شاء الله النهاردة هناخد المونوكلونال انتي بودي سيكشن صغير ولذيذ. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مونوكلونال انتي بودي، مونو يعني سنجل، كلونال جاي من كلون. مونوكلونال انتي بوديز دي انتي بودي عاملاها برودكشن في اللاب. البرودكشن بتاعها بيبقى من ايدنتيكال بي سيلز او ايدنتيكال بلازما سيلز، بتبقى ايدنتيكال انتي بوديز وليها سبيسيفيتي لسنجل او سيرتن انتيجين. تمام، ليها دايجنوستيك ابلكيشن وثيرابيوتيك ابلكيشن. انا النهارده باذن الله هعرف يعني ايه مونوكلونال انتي بوديز، ايه الفرق بينها وبين البوليكلونال، بعملها برودكشن ازاي في اللاب، ايه هي التايبس بتاعه المونوكلونال انتي بوديز، وايه الابلكيشن سواء دايجنوستيك ابلكيشن او ثيرابيوتيك ابلكيشن. طيب الديفينيشن بتاعها، هي انتي بوديز برودوس من الهايبريدوما سيل، دي ار فيري سبيسيفيك رياكت اجينست سنجل ايبيتوب او سنجل انتيجين. تعرفين الايبيتوب هو البارت من الانتيجين بيعمل ريكوجنيشن للانتي بودي. ليها بروبرتيز اوف امورتاليتي، طريقه امورتاليتي يعني معناها هيحصل لها ديفيجن لما لا نهايه. طيب جابت منين البروبرتي دي بتاعه الامورتاليتي، والبروبرتي ان هي بتطلع ان هو سبيسيفيك لسيرتن انتيجين او سنجل انتيجين. هنعرف جابت منين من دي، جابت البروبرتي دي منين والبروبرتي دي منين، وهنعرف يعني ايه هايبريدوما سيل ان شاء الله سلايد اللي ورا دي. طيب الانتي بودز ممكن يبقى مونوكلونال او بوليكلونال. مونوكلونال لو سيكشن النهارده ده ديرايفد، اتفقنا من هو من سنجل بي سيل كلون، تمام، يعني ايدنتيكال بي سيل. لكن البوليكلونال ديرايفد من ديفرنت بي سيل. المونوكلونال اكت اجينست سنجل انتيجين او سنجل ايبيتوب، لكن البوليكلونال ما دام طالع من ديفرنت بي سيلز اكيد هيبقى ليه اكتيفيتي اجينست ديفرنت ايبيتوب او ديفرنت انتيجين. المونوكلونال انيبل ديفلوبمنت اوف سكيور اميون اسي سيستم، يبقى ليها دور في الدياجنوستيك والدياجنوزز، وليها دور كمان في ثيرابيوتيك او التريتمنت. يعني البوليكلونال نوت باورفول تول فور كلينيكال دياجنوستيك تيست. طيب ازاي بعمل برودكشن للمونوكلونال انتي بوديز او اسمها هايبريدوما تكنولوجي؟ انا هقول الفكره العامه وبعد كده ناخد ستيب ستيب بالتفصيل. المفروض ان انا بحقن التارجت انتيجين بتاعي في اللابوراتوري انيمال، بعمل فاكسينيشن اميونايزيشن للتارجت انتيجين بتاعي في لابوراتوري انيمال. طبيعي ان اللابوراتوري انيمال ده يبدا الاميون سيستم بتاعه يطلع انتي بوديز اجينست الانتيجين اللي انا حقنته. ففعلا السبلين سيلز البي سيلز الموجوده في السبلين سيل تبدا تطلع انتي بوديز اجينست الانتيجين ده. المفروض اعمل ديتكشن وكوانتيفيكيشن للمونوكلونال انتي بوديز الموجوده في السيرم بتاع الانيمال ده، ولو تمام مش يعني كميه كويسه ببدا بعد كده اعمل لها فيوجن مع مايلوما سيل. إيه لو كمية قليلة ببدأ اللوتيتر، ببدأ أعمل إيه بوستر دوز. طيب لو الكمية تمام هبدأ أعمل أيزوليشن للسبلين سيل وأعمل أيزوليشن للبي سيلز الموجودة في السبلين سيل. طيب عزلت البي سيل الموجود اللي بتطلع الأنتيبادز أو موجود فيها الأنتيبادز دي، بعد كده أبدأ أعمل فيوجن مع مايلوما سيل. المايلوما سيل يعني مالجنان سيل، أهم ميزة ليها تهمني الإمورتاليتي، يبقى الإمورتاليتي جت من المايلوما سيل. لكن الأنتيبادز السبيسيفيك للانتيجين جت من فين؟ من البلازما سيلز او السبلين سيل. طيب عملت فيوجن، فيوجن ده بيبقى في وجود بولي اثيلين جلايكول، لان البولي اثيلين جلايكول ده بيسهل الفيوجن بتاع البلازما ممبرين بتاعه البي سيل والمايلوما سيل. ببدا اعمل كلتشر في الهايبوزانسين امينوتيرين سيمتين ميديا، دي ميديا سيلكتيف. هنعرف بعد كده ليه سيلكتيف. طيب بعد كده ببدا اعمل تيست للسوبر ناتن ده للانتي بوديز، ببدا اعمل كلونينج للبوزيتيف كلتشر، وابدا بعد كده اعمل تيست تاني عشان اشوف السوبر نيتنت. واللي بيبدا اللي بيبقى بوزيتيف كلتشر دي ببدا اعملها اكسبانشن للبوزيتيف كلونز علشان ابدا احصل على هيوج اماونت من الانتي بوديز اجينست سبيسيفيك او سنجل انتيجين. تمام، بعملها بروباجيشن ان فيفو او ان فيترو. طيب الفيوجن بتاع البي سيلز والمايلوما سيل، الفيوجن دي بيطلع سيل اسمها هايبريدوما سيل، علشان كده اسمها هايبريدوما تكنولوجي. طيب هاخد ستيب ستيب بالتفصيل. اول ستيب immunization of animal with epitope. انا فعلا عملت immunization او vaccination للانيمال بتاعي بالانتيجين بالتارجت انتيجين. طيب حقنت المايس، نفترض ان انا مايس حقنته بالانتيجين بتاعي، اتفقنا انه يبدا يحصل immune response، ان البي سيلز الموجوده في السبلين تبدا تطلع انتي بوديز اجينست الانتيجين ده. طيب انا بعد ما اعمل immunization هبدا اعمل detection و quantification للمونوكلونال انتي بوديز الموجوده في السيرم بتاع الانيمال. يعني تعرفين ان السيرم هو الموجود بيبقى فيه الانتي بوديز،
طيب عملت ديتكشن وكوانتيفيكيشن للمونوكلونال انتيبادز الموجوده في السيرم بتاع الانيمال، اعمله بالاليزا او بالويسترن بلوت. ان شاء الله عندكم سيكشن مستقل في الاليزا الاميونوفلوريسنس وسيكشن تاني في الويسترن بلوت. قلنا لو هو لو تيتر من الانتيبادز يعني كميه صغيره من الانتيجين سبيسيفيك بي لينفوسايت، بدي بعد كده بدي بوستر دوز من الانتيجين ويز اور ويز اوت ادجيفنت. لو ديتكشن كوانتيفيكيشن تمام ببدا اعمل ايزوليشن للسبلين واعمل ايزوليشن للبي سيلز وافصل الانتيجين سبيسيفيك بي سيلز بالفلو سايتومتر. السلكشن بتاع الانيمال عادي ممكن يكون مايس رابيد دونكي هورس. طيب ستيب نمرة 2، يبقى ستيب نمرة 1 اميونايزيشن للانيمال بتاعي بالانتيجين بتارجت انتيجين. ستيب 2 بعمل فيوجن للميلوما سيلز والسبلين سيلز او البي سيلز وسلكشن للهايبرودوما سيل. انا عندي البي سيلز او السبلين سيلز بعمل فيوجن مع الميلوما سيل، واتفقنا ان الفيوجن ده هيطلع لي سيل اسمها هايبرودوما سيل، والفيوجن بيبقى في وجود بولي اسيلين جلايكول عشان بيسهل الفيوجن بتاع السيل ميمبرين بتاعه السبلين سيلز او البي سيلز مع الميلوما سيل. بعمل بليتنج للسيل في سيلكتيف ميديا، اتفقنا ان هي هايبوزانسين امينو تايرين سايميدين ميديا، وابدا اعمل سكاننج للفايبل هايبردوم. طيب ليه اخترت الميديا دي؟ ليه سيلكتيف؟ تصنيع النيكلوتايد بالماميليان سيلز بيبقى بتو باسوي، اما دي نوفو سينسس او سالفاج باسوي. طيب وجود الامينو تايرين في الهايبوزانسين امينو تايرين سايميدين من اسمها هايبوزانسين امينو تايرين سايميدين ميديا، وجود الامينو تايرين فيها قفل الدي نوفو سينسس، وبالتالي الماميليان سيل عشان تصنع النيكلوتايد يحصل لها ريبليكيشن محتاجه بس قدامها السالفاج باسوي. تمام. طيب هي سيلكتيف، اولا سيلكتيف للجروس بتاع الفيوز سيل بس، يعني سيلكتيف للجروس اوف هايبردوما سيل اللي هي الفيوز سيل بين المايلوما سيل والبي سيل، لكن الانفيوزد مايلوما سيل مش بيحصل لها جروس، والانفيوزد بي سيلز مش بيحصل لها جروس. طيب اتش اي تي ستاندز فور هايبوزانسين امينو تايرين سايميدين ميدي، يبقى اتفقنا ان انا عشان النيكلوتايد يتصنع بالماميليان سيل ويبدا يحصل ريبليكيشن لاي سيل ماميليان محتاج بتبقى تو باسوي، يا اما الدينوفوسينسيس او السالفاج سينسيس. طيب في امينو تايرين ده موجود اصلا اوريدي في الميديا بتاعتي اللي هي الهايبوزاسين امينو تايرين سايميدين ميديا، ما دام الامينو تايرين ده موجود هيقفل الدينوفوسينسيس، وبالتالي مش قدامها حل غير السالفاج باسوي عشان تصنع نيكلوتايد تبدا تعمل ريبليكيشن. طيب الانفيوزد مايلوما سيل مش هيبدا يحصل لها ريبليكيشن او مش هتصنع نيكلوتايد، لان في انزيم مهم هي بتحتاجه علشان تصنع الدينوفوسينسيس وده مش موجود. Only cells that contain الهايبوزانسين جوانين فوسفوريبوسايل ترانسفريز أو سايميدين كاينيزز انزيمز are able to grow in this media. Other cells die. بس السيلز اللي بتحتوي على الهايبوزانسين جوانين فوسفوريبوسايل ترانسفريز انزيمز أو سايميدين كاينيز انزيمز هي دي اللي بيبدأ يحصل لها جروس، لكن الانفيوز مايلوما سيل ما عندهاش الانزيم ده اللي هو اصلا انزيم مهم علشان السالفاج باسوي. طب كده يبقى اتقفل بالنسبه لي، يعني وجود الامينو تايرين في الميديا قفل للمايلوما سيل ان هي تصنع نيكلوتايد عن طريق الدينوفو سينسس. طيب عدم وجود الانزيم سايميدين كاينيز انزيم او الهايبوزانسين جوانين فوسفوريبوسايد ترانسفريز انزيم ده برضو قفل السالفاج باسوي، وبالتالي الانفيوزد مايلوما سيل مش هيبدا يحصل لها مش هيحصل لها جروس ولا ريبليكيشن. لكن ونفس الكلام الانفيوزد بي سيلز، انفيوزد بي سيلز مش هيحصل لها جروس انديفينتلي لان هي ليها ليميتد لايف سبان، فبالتالي لا يحصل جروس، هيحصل جروس بس للفيوزد هايبردوما سيل. عشان كده الميديا دي سيلكتيف ان يعني بيحصل جروس بس للفيوزد. زي ما قلنا ان المايلوما سيل دي دبل ميوتنت ما عندهاش الانزيم ده اللي هو سايميدين كانيز او الهايبوزانسين جوانين فوسفوريبوسايد ترانسفيريز، وبالتالي مش هتقدر يحصل لها جروس او ريبليكيشن، دي الانفيوزد مايلوما سيل. طيب ستيب 3 ببدا اعمل بقى تيست للهايبريدوما والبوزيتيف كلون، ببدا اعملها اكسبانشن وببدا احفظها الاستورج او الفريزنج. السكرينينج بيبقى بليبل بروب، البروب ده عباره عن الايبيتوب او الانتيجين اوف ديزايرد انتيبودز. وانس انا بدات حصلت على الهايبريدوما بتاعتي اللي هي بتطلع الرايت انتيبوديز، ببدا بعد كده اعمل كلتشر عشان يبدا احصل على هايبريدوما انديفينتلي، وببدا اطلع هيوج اماونت من
المونوكلونال انتي بادز ليها سبيسيفتي اجينست سنجل انتيجين. الفكره انا بعمل سكريننج او اسيه عشان اشوف قدره الانتي بادي ان هو يمسك في الانتيجين، والموست برودكتيف او ستيبل كلون اللي بتطلع هي دي اللي بختارها للفيوتشر يوز. تمام. تيست الهايبردوما باستخدام سبيسيفيك ايبيتوب، اتفقنا ان انا بعمل سكريننج بليبل بروب، والبروب ده عباره عن الايبيتوب اوف ديزايرد انتي بادي. بعد كده ببدا اعمل اكسبانشن للبوزيتيف كلون باستخدام تيشو كلتشر تكنيك، دي تيشو كلتشر بلس. وبعد كده بعمل بريزرفيشن للبوزيتيف كلونز دي في ليكويد نيتروجين ستورج ميديا بتحتوي على ديمسو. طيب كده خلصنا البرودكشن بتاعه والديفينيشن بتاع المونوكلونال انتي بادز والفرق بين المونوكلونال انتي بادز والبوليكلونال انتي بادز. ايه هي التايبس اوف مونوكلونال انتي بادز؟ عندي ماوس مونوكلونال انتي بادز، وعندي هيومن مونوكلونال انتي بادي، وعندي الكايميريك مونوكلونال انتي بادي، وعندي الهيومنايزد مونوكلونال انتي بادي. 4 تايبس. الماوس مونوكلونال انتي بادز زي الافيليموماب، تمام، ده بيبقى 100% ماوس درايفد بروتين، وبالتالي ده هيعمل اليرجيك رياكشن في الهيومن، يبقى هو عباره عن 100% ماوس بروتين. تمام. اكزامبل عليه الافيليموماب. بعد كده عندي الهيومن مونوكلونال انتي بادز. الهيومن مونوكلونال انتي بادز نفس الكلام بس 100% مين؟ هيومن درايفد ايه؟ بروتين. طيب مشكلته ان بيبقى الهيبريدوم اللي بتطلع دي بتبقى ان ستيبل لان فيها كروموسوم الكونتنت عالي. تمام. اكزامبل عليها الاديليموماب. يبقى عندي الماوس مونوكلونال انتي بادي والهيومن مونوكلونال انتي بادي. الماوس 100% ماوس درايفد بروتين. تمام. اكزامبل عليه الافيليموماب، وده بيؤدي الاليرجيك رياكشن في الهيومن. الهيومن مونوكلونال انتي بادي ده 100% هيومن درايفد بروتين. تمام. وزي مين؟ الاديليموماب. اتفقنا ان الهيبريدوم اللي هتطلع منه ان ستيبل لان فيها كروموسوم الكونتنت عالي. طيب عندي الكايميريك مونوكلونال انتي بادي. الكايميريك مونوكلونال انتي بادي ده بيبقى ريكومبينيشن بين الماوس بروتين، تمام، 25% بعمل ريكومبينيشن للفاريبل ريجن بتاعه الماوس بروتين بنسبة 25%، والهيومن بروتين الكونستنت ريجن بتاعه الهيومن بروتين بنسبة 75%. يبقى الكايميريك مونوكلونال انتي بادي ده ريكومبينيشن بين الماوس بروتين والهيومن بروتين. الماوس بروتين بالريكومبينيشن للفاريبل ريجن بنسبة 25%، الهيومن بروتين والهيومن بروتين بيبقى الكونستنت ريجن بنسبة 75%. تمام. ده بيقلل لي الجزء من الانتي بادي اللي ممكن يحصل له ريكوجنيشن في الهيومن كفورين. بعد كده اخر نوع الهيومنايزد مونوكلونال انتي بادز. الهيومنايزد مونوكلونال انتي بادز ده بس الانتيجين بايندينج سايت هو الماوس درايفد، ده بيبقى حوالي 10%، وباقي المونوكلونال انتي بادز اللي هو 99% بيبقى هيومن درايفد. يبقى الهيومنايزد مونوكلونال انتي بادي ده بس الانتيجين بايندينج سايت هي اللي بتبقى ماوس درايفد، دي بتمثل حوالي 10%، وباقي المونوكلونال انتي بادز ده بيبقى هيومن درايفد. ده بحصل عليه بالمولكيولار جينيتك انجينيرنج زي الهايبر فاريبل ريجن جرافتنج عشان تستبدل اغلب الانيمال سيكونس بهيومن سيكونس، لان انا عندي بس 10% هي الماوس بروتين اللي هي مكان البايندينج بتاع الانتيجين. طيب ديجنريشنز بتاعت المونوكلونال انتي بادز، عندي اول حاجه الماوس بروتين زي ما قلنا الافيليموماب ده 100% ماوس بروتين، وقلنا انه بيعمل اليرجيك رياكشن في الهيومن. طيب بعد كده عندي الكايميريك، اتفقنا ان الكايميريك ده ريكومبينيشن بين الماوس بروتين الفاريبل ريجن في الماوس بروتين اللي بنسبه 25% والكونستنت ريجن في الهيومن بروتين بنسبه 75%. اكزامبل عليه الانفليكسيماب. بعد كده عندي الهيومنايزد، واتفقنا ان الهيومنايزد ده بس الانتيجين بايندينج سايت هي الماوس بروتين، وتبقى حوالي 10% و90% باقيين اللي هما باقي المونوكلونال انتي بادي بيبقى هيومن درايفد. الهيومن مونوكلونال انتي بادي 100% هيومن بروتين ما فيهوش ماوس بروتين خالص زي الاديلي مواب، واتفقنا انه بيبقى ان ستيبل، الهيبريدوم اللي تطلع منه ان ستيبل لان فيه كروموسوم الكونتنت عالي. اخر حاجه الابلكيشن اوف مونوكلونال انتي بادز. الابلكيشن اتفقنا ان ليه دايجنوستيك ابلكيشن وليه ثيرابيوتيك ابلكيشن. الدايجنوستيك ابلكيشن بريجننسي تيست والدايجنوزيس اوف اتش اي في والدايجنوزيس اوف هيباتايتس بي فيروس وهيباتايتس سي فيروس، ده شكل الايه البريجننسي تيست وشفتوه قبل كده. لو لاين واحد يبقى ده نوت بريجننت يبقى نيجاتيف، لو تو لاينز تو ريد لاينز يبقى ده بريجننت او بوزيتيف ريزلت.
خدنا الدايجنوستيك ابلكيشن الثيرابيتك ابلكيشن. الثيرابيتك ابلكيشن اهم حاجه الكانسر تريتمنت. المونوكلونال انتي بودز ممكن تبقى دايركتلي انها تمسك في السبيسيفيك تبقى سبيسيفيك سبيسيفيك كانسر سيلز وتبدا تعمل اندكشن للايمون ريسبونس ضد الكانسر سيلز دي. ممكن تعمل اندكشن للابوبتوزيس، ممكن تعمل انهبيشن للجروث بتاع الكانسر سيلز دي، ممكن تعمل انتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيسيتي. طيب اكزامبل عليها الانتي سي دي 20 ده كايميريك انتي بودي. خلاص اتفقنا ان الكايميريك انتي بودي ده بريكومبينيشن بين الماوس بروتين والهيومن بروتين. الانتي سي دي 20 ده بيستخدم في علاج البي سيل لينفوما. تاني حاجه ممكن المونوكلونال انتي بودي دي ان انا اعمل له موديفيكيشن ان اضطر ان انا اعمل له كونجوجيشن بتوكسين او براديو ايزوتوب، وبالتالي كده هيعمل ده هيبقى فيها تارجتنج ان هو هيوصل للتوكسين او الراديو ايزوتوب ده للكانسر سيل. تمام كده انا هقدر هبقى موت الكانسر سيل. دي اسمها ماجيك باليت ثيرابي. شكرا يا دكتورة، السلام عليكم.